السلام عليكم اخوتي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم. معكم اهرب محا تقني سابق لصلاحات حمايه النباتات المكتب الوطني للصلاه المسيحيه ومصادر زرو. يوم الاثنين 15 غشت 2022، الساعه تشير الى 10:15 صباحا. هنا في واحد الزياره تفقديه ميدانيه لهذا الضيعه ديال التفاحليه في جيرومين غالاستار ورويال غالا، بعد ما درنا اون فيزيت سبيسيال في هذا لا جورني هذا سويت لهاد لي فور شالور سويت لهاد لي كونديسيون كليماتيك اللي هما تري تري فافورابل بور لاباريسيون دي زاكاريان روج اي جون اي لو كاربو كابس. هذا هو باش درنا هاد الزياره دائما تفقديه. لذا كنصح دائما باش الواحد يكتف في المراقبه بالخصوص في هذا الشهر الاخير اللي يقدر واحد يتعرض لهاد الحشرات اللي كيهضر عليهم، منهم الكاربو كابس دوده التفاح ومنهم العناكب الحمراء والصفراء، وهذا هما اللي خص الواحد يحضيهم بانه اخطر حشرات هما هاد الجوج. لذا حنا دائما كنكثروا في المراقبه وفي الصيانه ودائما في التدخلات وقائيه او سباقيه، وقبل ما نديروا شي تدخل كيف ما كان النوع ديالها لابد من تشخيص ديال الضيعه حتى كنتاكدوا على السلامه ديال الصحيه ديال الضيعه، واش ندخلوا ولا ما ندخلوش، وباش غادي ندخلوا وفوقاش غادي ندخلوا وكيفيه التدخل. لذا شاهدوا تبارك الله هاد الخير تبارك الله نظرا للمجهودات اللي كيقوم السي عزيز اللي هو لو جيرون مع ليكيب ديال الضيعه كلهم تبارك الله، وكنحييو حتى رب الضيعه اللي حتى هو كيدير المجهودات ديالو فيما طلب له حاجه كيجيبها، ولكن حنا كنديرو المجهودات ديالنا. راه كاين فاش كنديرو جوج تدخلات جوج مراقبات او ثلاثه في السيمانه. شاهدوا تبارك الله لا فاريتي جيرون. هكا يا اخواني الفلاحه لابد الواحد يكثر في المراقبه وفي الزيارات الميدانيه باش ما يتعرضش للعناكب الحمراء والصفراء وكذلك دوده التفاح اللي هي اخطر حشره اللي يمكن تخسر لك المنتوج ديالك في رمش العين. هذا تبارك الله لو كاليبر ديال جيروم. بعد ما درنا حنا التدخلات ديالنا ولي زانترفونسيون ديالنا كونتر لي زكاريان اي كونتر لو كاربو كاب سوا دي تريتمون بريفونتيف، الحمد لله اللي عطاونا دو بون ريزولتا جوسكا بريزون، ولكن حنا كنكتفوا في المراقبه ديال الضيعه دائما. لولا المراقبه ولولا الزيارات المستمره ما يمكنناش نحصلوا على شي منتوج. هنا كنصح الفلاح دائما اللي بغى يكون عنده الانتاج وهو ينوض يخدم. حنا بعد ما جينا ابونور بعد ما درت الزياره ديالي في الشهديه وشتها وشت في كلشي، حنا دابا في الجيروم تبارك الله اللي هي تبارك الله بدات كتعطي لا كولوراسيون ديالها، ولكن سويت لهذا العام اللي هو واحد العام قاسح شويه من ناحيه ديال لي كونديسيون كليماتيك من ناحيه ديال لي زور دو فروا ما كاينينش، ولكن الحمد لله بفضل الله وبعونه والمجهودات ديال ليكيب كله ديالنا وديال الضيعه تبارك الله اللي الحمد لله انتم كما كتشاهدوا تبارك الله الله يكمل بخير والله يفرح حتى مول الضيعه ديالو، بانه هو حتى حنا الحاجه الا كنخدموها خصنا مولاها يربح والمجهودات ديالنا راه كيداروا وربي اللي عالم علينا. شاهدوا بارك الله هادي لا فاريتي جيرومين اللي هي تبارك الله افيك ان اكسونتال. هنا اخواني الفلاحه كنحييكم ضواحي مدينه عزرو، وهذه هي الخدمه وهذا هو اللي خصو يدار، بانه هو لولا المراقبه من ناحيه الماء من ناحيه التسميد من ناحيه الادويه من ناحيه ديال اي حاجه ما غاديش نحصلوا على المنتوج. لذا كنحييكم من ضواحي مدينه عزرو الى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.